السلام عليكم خوتي خواتاتي داخل الوطن خارج أرض الوطن جميعا. خوتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيف بقيتو؟ كنتمنى خوتي تكون كتشوف هذا الفيديو تكون في احسن الاحوال، صحه جيده نتوما وليداتكم وخوتي وما عز عليكم. معكم قناه يوميات فاطمه اختها. هذا نهار خوتي فيديو جديد ونهار جديد في رمضان مبارك عليكم كريم. كنتمنى تكونوا على خير وبخير خوتي. وكيف ما كتشوفوا خوتي هذا النهار هذا انا نط كما كتشوفوا، هاني خملت الدنيا غير بالزربه خوتي. هانتوما كما كتشوفوا، هانتوما خوتي خملت الدنيا بالزربه غير خوتي. وهابطه ان شاء الله عند الخياط نخيط التويب هذا اللي قلت لكم، كنت قلت لكم جابت لي اختي الله يكثر خيرها وخلف عليها، غاديه ندفعو. بغيت نديرلو شي خياطه غير خفيفه هكا يا خوتي، ماشي شي خياطه هذا، ولكن شي خياطه ان شاء الله غنديرها انا عند واحد صاحبتي خياطه غتخيطو لي. هانتوما خوتي هذا النهار هذا قبلوا على هذا الفيديو هذا، غنمشي غنخيط خوتي ومن بعد ان شاء الله ما نخيط ان شاء الله ونجيبها غنشاركها معكم خوتي، ضروري غنشاركها معكم. يعني اي حاجه درتها كنشاركها معكم. وقولوا لي خوتي كي جاكم هذا اللوين؟ عمري ما درت شي لون في شي جلابه في هذا اللوين. دابا ان شاء الله غنديرها ان شاء الله يا ربي، حيت هاد اللوين عاد بغيت اختارته لاختي، بغيت نشوف كي غايجي معايا. هانتوما خوتي ان شاء الله كما قلت لكم بقاو معايا، غنمشي عند الخياطه ان شاء الله وندفع لها هاد التويب. هي خياطه وفي نفس الوقت كتخيط البيسات وكتخيط داكشي عندها زوين اخوتي، يعني داكشي عندها زوين ماشي زعما غير قريبه ماشي بعيده. بحال اخوتي ما عنديش اللي صورني داكشي علاش كنصور راسي. يلا خوتي هانتوما بقاو معايا ان شاء الله. هانتوما خوتي انا جيت عند هاد السيده اللي قلت لكم صاحبتي. هانتوما خوتي عندها قفاشات واعرين. هانتوما خوتي تبارك الله عندها هادشي زويون كدير ثمن زوين، كدير ثمن مناسب اخوتي زويون هادشي. هانتوما كما كتشوفوا هنا كل حاجه، نوريكم حاجه بحاجه. ثم خوتي هذا الغيب بن سودا اللي كيعرف مدينه فاس بن سودا. ثم خوتي نوريكم كل شيء معايا. الحمار حمقني ومعنا عزيز عليا اللون الاحمر. عندها حانوت الخياطه، وهاد الحانوت هذا كتبيع فيه قفازات، يبغي يخيط تخيط عندها زوينه راه نفات. عندها جلابسه خوتي دابا نشاركها معكم، نجيبها نجيبها خوتي جلابسي نشاركها معكم. خوتي عندها اللوينات اللي بغيتهم كل شيء كاين تبارك الله. قفيطنا ديال الدراري 29، كل شيء هادشي مبطط بزاف تبارك الله. يلا عادي واش ديري لي سياج باش هاد اللوين قولوا لي كيجاكم هاد اللوين؟ غير قولوا لي عجبني هاد اللوين وردوا عليا. شكرا يا شريف على هذا الشيء. بحال هذا الشيء هذا.
اخوتي دابا الشام ديالو. جيبي لي الحوت على الماء معاش غتحل معاش تقرا ثلاثة جيبيها عندي ثلاثة صافي جيبي لها لقيسات وزقدها ها انتم اخوتي جلابتها هي جات من الخياط باش غنكمل لكم اخوتي الفيديو. ها انتم هذه هي خياطه غير خياطه على قد الحال ماشي شي خياطه. المهم درت لها العقيدات نتوما خوتي وهاد الدريره حتى هي اللي جابتها لي اختي مع التويد الله يجازيها بالخير ويخلف عليها. نتوما شريت لها خوتي هاد الشريبين هذا هاد الشريبين شريته لها اختار ولدي قال لي خذي ماما هذا فيه الكري وفيه هاد الخيط الظرف المجلي اللي بانت كما كتشوف راه كيعطي الضو مع كيعطي الضو كيعطي داك الويند المخيط الظرف كما كتشوفوا في لنتو الجلابه. نبدل على الاحمر خوتي شويه ديما انا غير الحمر الحمر مبليه بالاحمر بدلت عليه شويه خوتي. هانتوما قولوا لي كي جاكم هاد الشريبيل هانتوما هاد الشريبيل هذا خوتي غير 30 درهم داكشي باش خديته ماشي شي حاجه كثيره على قد الحال. وهاد الجليليبان تبع خوتي كما كتشوفوا شوفوا كيطلعت لي خياطه مع الدريره هذه خدينا وصافي خوتي والله يخلف على اختي ويسهل عليها سيدي ربي وعطاها صحه جديده ويشافيها ربي. هادشي اللي كان اخوتي هانتوما هذا هو الفيديو ديالي انا كملته معاكم بعد ما وريتكم الخياطه وريتكم داكشي عندها راه هي عندها داكشي زوين داك الخياطه عندها داك هي كتخيط الخياطه غير هي كل واحد على قد فلوسه ماشي شي حاجه كل واحد على قد الفلوس ديالو ماشي شي حاجه كثيره زعما اللي غادي لما هذا عندها خياطات هي زوينه خوتي وعندها تويبات وتكيشطات ولبيسات وقفيطنات وعندها كل شيء زوين اخوتي اللي بغى يمشي عندها عندها كل شيء زوين. وبسلام عليكم اخوتي وقبلوا عليا وقبلوا لي على هذا الفيديو والله يهنيكم اخوتي وبسلام عليكم الفيديو اخر ان شاء الله يا ربي الا بقينا بالروح وعواشركم بروكه وبصحه والسلامه وباش كتمنوا نتوما وليداتكم ومعز عليكم اخوتي كاملين.